بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على متن على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى ونفعنا الله بعلومهم في الدارين، آمين. فصل في نواقض الوضوء، في نواقض الوضوء المسمى أيضا بأسباب الحدث، والذي ينقض أي يبطل الوضوء خمسة أشياء: أحدها ما خرج من أحد السبيلين أي القبل والدبر من متوضئ حي واضح معتادا كان الخارج كبول وغائط، أو نادرا كدم وحصى، نجسا كهذه الأمثلة، أو طاهرا كدود، إلا المني الخارج باحتلام من متوضئ ممكن مقعده من الأرض فلا ينقض. والمشكل إنما ينتقد وضوءه بالخارج من فرجيه جميعا. والثاني النوم على غير هيئة المتمكن، وفي بعض نسخ المتن زيادة من الأرض بمقعده، والأرض ليست بقيد، وخرج بالتمكن ما لو نام قاعدا غير متمكن، أو نام قائما أو على قفاه ولو متمكنا. ونقف على الثالث اللي هو زوال العقل. يبقى هنتكلم النهاردة على اثنين من نواقض الوضوء: خروج شيء من السبيلين، والثاني النوم على غير هيئة المتمكن مقعده من الأرض. نقرأ شرح الشيخ إبراهيم البيجوري. فصل. أخر المصنف هذا الفصل عن الوضوء نظرا إلى أن الوضوء يوجد أولا ثم تطرأ عليه النواقض، لأنه وجب الأول الوضوء أركانه وسننه بعد أنواع المياه وكيفية الطهارة من النجاسات وأنواع النجاسات وغير ذلك. فبيقول أخروا عن الوضوء نظرا لأن النواقض تطرأ على الوضوء فتنقضه. وبعضهم يعني بعض العلماء كان يجيبه قبل الوضوء، يعني يحط نواقض الوضوء قبل ما يشرح الوضوء، نظرا إلى أن الإنسان يولد محدثا أي في حكم المحدث، بمعنى أنه يولد غير متطهر، فالإنسان الأول بيبقى غير متوضئ، فالوضوء بيجي الأول، فيبقى أسباب الحدث مولود بها أصلا. ففي ناس تقدمه الأول اللي هي باب نواقض الوضوء، وفي ناس تؤخره نظرا لأنها تطرأ عليه فتزيله. قوله في نواقض الوضوء اعترض بالتعبير بالنواقض، يعني هو في علماء قالوا كانش حقه يقول نواقض الوضوء، اعترض التعبير بالنواقض بأن النقض إزالة الشيء من أصله، تقول نقضت الجدار إذا أزلته من أصله، فيقتضي التعبير بالنواقض أنها تزيل الوضوء من أصله، فيلزم بطلان الصلاة الواقعة به. عشان كده قالوا لما نقول بطلان يعني نقضه من الأصل، فده يديلك لازم معنى في ذهنك ان قد تتصور ان الصلاة اللي وقعت بهذا الوضوء المنقود بطلت كمان، وعلشان كده كان حقه ما يقولش نواقض. فيلزم بطلان الصلاة الواقعة به لأنه كأنه لم يكن. والتعبير بالمبطلات، والتعبير بالمبطلات في ناس يقول لك مبطلات الوضوء بدل نواقض الوضوء، برضو التعبير بالمبطلات مش عاجبهم. والتعبير بالمبطلات يقتضي اشتراط تقدم الطهارة. أما نقول مبطلات الوضوء يعني إن لابد علشان تحصل لازم يكون متقدمة الطهارة عشان تبطلها، وإحنا عارفين إن مش شرط تكون متقدمة الطهارة، يعني ممكن الواحد ما يكونش أصلا متوضئ وبعدين يقوم يتوضأ. طيب ويقوم يتوضى ليه؟ لأنه عمل أشياء تستوجب الوضوء، هذه الأشياء ما اقدرش أسميها مبطلات لأن ما كانش في وضوء أصلا عشان تبطله،
فلما اقول مبطلات يعني مش معنى دقيق، لان مبطلات يعني تقتضي وتستلزم في العقل وجود الشيء عشان تبطله. فهمت ازاي؟ فلا عاجبهم نواقض ولا عاجبهم تقول مبطلات. فهمت ازاي؟ عشان كده يقول لك قبل للمناشد. وليست شرطا، يعني مش شرط ان يكون الطهارة اولا فيطرأ عليها ده فيبطلها. فالحدث السابق على الطهارة لم يتقدم له وضوء يبطله، والتعبير باسباب طب نقول اسباب الحدث. قال لك لا انت عاجبك نقول نواقض الوضوء، طيب بلاش، ولا مبطلات الوضوء بلاش، طب نقول اسباب الحدث. قال برضه مش عاجبني. يعني اسباب الحدث يقتضي ان الاسباب غير الحدث. اسباب الحدث كأن الاسباب دي حاجة والحدث حاجة تانية. فهمت ازاي؟ الا ان تجعل الاضافة هنا بيانية. لو جعلنا الاضافة هنا اضافة بيان، اي اسباب هي الحدث نفسه، الاسباب دي هي الحدث نفسه، فالتعبير بالاحداث اولى من ذلك كله. ولذا عبر بها في المنهج. الشيخ بقى زكريا الانصاري في كتابه المنهج اللي هو اختصر بيه كتاب منهاج الطالبين للامام النووي، اللي هو اختصر بيه الامام النووي كتاب المحرر الرفعي، اللي هو اختصر بيه الرفعي نفسه كتابه البسيط في المذهب، اللي هو اختصر بيه الوسيط واللي اختصر فيه بعد كده كتاب الام والرسالة للامام الشافعي ومختصر المزني. يعني شوف اصل 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 اصله كتاب. فالامام ابو زكريا الانصاري اختصر المنهاج في كتاب سمى المنهج، وشوف الاسم حتى مختصر، المنهج ناقص الف اصغر من المنهاج. الامام النووي كتاب سمى منهاج الطالبين. فهمت ازاي؟ فالامام زكريا الانصاري اختصره في كتاب سمى المنهج. الامام زكريا الانصاري ما عايز بقى يختار لفظ في الباب ده، لا قال مبطلات علشان الاعتراض، ولا قال النواقض علشان الاعتراض، ولا قال اسباب الحدث عشان برضو الاعتراض. فقال ايه؟ قال باب الاحداث بس، وخلص نفسه. يعني باب الاحداث اي تعريف الاحداث التي توجب الوضوء. يبقى كده خرجنا، محدش يعترض عليه. عشان كده كان يقولوا عليه شيخ الاسلام. زكريا الانصاري يقولوا عليه شيخ الاسلام. في كتب الشافعية ما يقول لك شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام يقصده مين؟ الشيخ زكريا الأنصاري، مش يقصده ابن تيمية، ابن تيمية حنبلي، فإيه اللي هيجيبه في كتب الشافعية؟ فإحنا بنتكلم أصل في بعض الناس متصورين شيخ الإسلام أطلقت على ابن تيمية بس دون عن باقي علماء المسلمين. لا، في كل مذهب في لفظ شيخ الإسلام أطلق على علماء كثيرين. حيث قال باب الأحداث، والمراد بها الأسباب التي شأنها أن ينتهي بها الطهر، وإنما عبر الشارح بالنواقض مجاراة لكلام المصنف، لأن المصنف نفسه صاحب المتن الغاية والتقريب القارئ أبو شجاع هو قال إيه؟ نواقض الوضوء، فهو مشي الشارح على نفس إيه؟ كلام المصنف، حيث قال: والذي ينقض الوضوء المسمى أيضا بأسباب الحدث، أي كما هي مسمى بالنواقض. قول بأسباب الحدث، قد علمت ما في هذا التعبير من كونه يقتضي أن الأسباب غير الحدث، إلا أن تجعل الإضافة بيانية أي أسباب هي الحدث. والمراد بالأصغر، لأن في حاجة اسمها الحدث الأكبر، في حدث أصغر، وفي حدث أوسط باعتبار ما يمنع، باعتبار ما يمنع، فبنسميه حدث أصغر لأنه بيمنع عن أشياء أقل من اللي يمنعها الحدث الأوسط، أقل من الأشياء اللي يمنعها الحدث الأكبر. حدث الأكبر زي الحيض والنفاس. ليه بيمنع؟ لأنه يمنع كمان من الموانع التانية، زائد أنه يمنع من صحة الصوم، مش كده برضو؟ فيبقى زاده. والحدث الأوسط اللي هو موجبات الغسل زي خروج المني وغيره، يمنع من مما يمنع منه نواقض الوضوء، ويزيد المكث في المسجد وذكر الله عز وجل يمنعه، خدت بالك؟ يبقى بيزاد. وبعدين الحدث الأصغر يمنع حاجات بسيطة، يبقى الحدث الأصغر يمنع أشياء معينة هنقولها زي الصلاة، صحة الصلاة والصيام، صحة الصلاة والطواف ومس المصحف، يبقى هذه الأشياء
يمنعها، لكن لا يمنع المكس في المسجد. يجي الجنابة تزود، تمنع دي وتمنع كمان المكس في المسجد وتمنع قراءة القرآن من غير مس. فهمت ازاي؟ وبعدين يجي الحيض والنفاس يمنع دول كمان ويمنع زيادة، وهو ايه؟ صحة الصوم، مش كده برضو؟ فعشان كده قسموا الأحداث باعتبار ما تمنع إلى حدث أصغر وحدث أوسط وحدث أكبر. فهمت؟ والمراد في باب الوضوء أحداث اللي هي الحدث الأصغر، طالما بنتكلم في باب الوضوء. لما نتكلم في الغسل يبقى المراد به الحدث الأكبر والأوسط اللي هي موجبات الغسل. والمراد به الأصغر المنصرف إليه اللفظ عند الإطلاق. يبقى لما نطلق كده ونقول إيه الحدث وأطلقنا بدون تحديد يطلق إيه على الأصغر. ليه؟ لأن هو الأكثر وقوعا، الأكثر وقوعا باعتباره أنه هو الأكثر وقوعا. يعني المرأة بتبول وتتغوط ويطلع منها ريح وبتنام، كل دي نواقض للوضوء، لكن بتحيض مرة في الشهر صح؟ وبعدين عشان يحصل لها جنابة مش كل لحظة، لكن في كل شوية بتتبول، كل شوية تطلع ريح وهكذا. فالحدث الأصغر تكراره كتير، هو ده اللي كتير. فإذا أطلق الحدث يطلق يقصد به الأصغر باعتبار أنه هو الأكثر وقوعا. واضح؟ والأسباب جمع سبب. طيب والسبب يعني إيه؟ هو عايز يعلمك الحس الفقهي والمنطقي في ترتيب، في طريقة ترتيب المخ. يعني هم العلماء دول كان مش مسألة أنه عايز يعلمك يعني نواقض الوضوء. طب ما هو عارف انك انت عارف نواقض الوضوء، ما انت لو جبت طفل مسلم عارف نواقض الوضوء. هو عايز يعلمك ازاي تفكر وازاي تدقق في كل لفظ. سبب، طب وسبب ده يعني ايه؟ واخد بالك؟ فيقول ايه؟ والاسباب جمع سبب، وهو لغة ما يتوصل به الى غيره. يعني السبب ما هو الا شيء يتوصل به الى غيره، يعني هو شيء مش مقصود لذاته لكنه هو شيء يتوصل به إلى غيره، يعني وسيلة. السبب ده ما هو إلا وسيلة. فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. يبقى هدفه أنه يقطع، يوم يعمل إيه؟ يعمل سلم للسماء. السلم ده وسيلة لكنه سبب للطلوع على السطوح. لما أقول لك هات لي الإناء الذي هو فوق السطح، تعمل إيه؟ لازم تعمل سبب عشان تطلع للسطوع عشان تجيب الإناء. هدفك الإناء، لكن اللي يتوصل به إلى غيره هو السلم. وعشان كده من أسماء السلم سبب، لأنه يتوصل به إلى غيره. وعرفا، عرفا اللي هو اصطلاحا يعني عند المناطقة، في عرف المناطقة أو في عرف أهل الأصول، ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. يعني طالما موجود يبقى موجود ما يتوصل به الى غيره، طب مش موجود يبقى مش موجود ما ايه؟ ما يتوصل به لغيره لذاته. لما تيجي تقول كده ان اذا وجد خروج الريح من الدبر كويس، معناه ينبني عليه عدم وجود الطهارة، مش كده برضو؟ طيب إذا عدم خروج الريح من الدبر يقتضي عدم تأثر الطهارة، وكل حدث لوحده كده قائم بذاته. فهمت ازاي؟ فينبني على وجوده وجود عدم الطهارة، وينبني على عدمه وجود صحة الطهارة، يعني عدم نقدها. فهمت؟ فينبني على وجوده الوجود وعلى عدمه العدم، يعني بيشتغل على الطرفين. السبب بيشتغل في الحتتين، في الوجود وفي العدم. فهمت ازاي؟ لذاته، لذاته نفسه مش لغيره. ويقال انه وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. وصف ضابط، ضابط وصف ظاهر منضبط معرف للحكم، اللي هو العلة، يسموه العلة عند علماء القياس في باب القياس في أصول الفقه. يقول لك العلة دي إيه؟ هي وصف ظاهر منضبط
لازم تبقى وصف ظاهر يعني موجود كده كل الناس شايفاه ومنضبط، يعني ايه؟ يعني ما يختلفش في اتنين. لما نقول ان السفر سبب للقصر في الصلاة وللفطر في الصيام، السفر الطويل المباح سبب لقصر الصلاة وللفطر في الصيام، والسبب والسفر فيه حاجتين، فيه مشقة وفيه مسافة، والمشقة غير منضبطة لأنها تختلف باختلاف الناس، صح؟ يبقى ما اقدرش اخلي ان العلة في قصر الصلاة في السفر هي المشقة لأنها ليست وصف ظاهر منضبط، يبقى ما قداميش الا الحاجة التانية، طول المسافة. يبقى طالما وصل لمسافة معينة يبقى هي دي علة القصر بغض النظر عن في مشقة او مفيش. فهمت ازاي؟ ليه ما قالوش المشقة؟ لأن المشقة ليست وصفا ظاهرا منضبطا، يختلف باختلاف المكلفين، واضح؟ ويختلف باختلاف وسيلة السفر، ويختلف باختلاف الزمان والمكان. فما اقدرش اخليها هي علة للحكم اللي هي قصر الصلاة، فادور على وصف ظاهر منضبط في السفر عشان اخليه هو علة. ما هو ربنا قال فمن كان منكم ايه على فمن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. ادور بقى في ايه؟ في حاجة منضبطة، فالاقي ان في السفر الانضباط اللي فيه المسافة، المسافة دي عليا وعليك سواء كان كبير في السن او صغير في السن، سواء كان صحيح سواء كان ضعيف البنية، كلها هي المسافة واحدة على الكل، فهي وصف ظاهر منضبط. يبقى القصر في الصلاة في السفر لعلة المسافة، لعلة السفر ذاته، لعلة السفر ذاته طالما بلغ مسافة معينة. فهمت؟ يبقى العلة لازم تكون كده، وصف ضابط ظاهر منضبط، ده السبب. معرف للحكم، معرف للحكم يعني ايه؟ يعني اذا وجد وجد الحكم. ما رضاش يقول لك مؤثر للحكم، مؤثر في الحكم، لان المؤثر هو الله، فلا يليق نسبة الاثر لغيره، لان في الاول في علماء الوصول قالوا العلة هي وصف ظاهر منضبط مؤثر في الحكم، فالعلماء اعترضوا، قعدوا يتناقشوا في كلمة مؤثر دي يجي 50 سنة، وفي الاخر قال لك بلاش مؤثر، يخليها معرف، لحسن مؤثر دي معناها ان في تأثير لغير الله والمؤثر هو الله. فهمت ازاي؟ فشيل مؤثر وخليها معرف، واضح؟ وهو هنا نقض الوضوء. نقض الوضوء ده اللي هو اسباب الحدث اللي هي ايه؟ اللي هي بتنقض الوضوء يعني. والحدث، طب كلمة الحدث بقى، عرفنا اسباب جمع سبب، والسبب هو ما يتوصل به الى غيره، وهو ما ينبني عليه العدم، ما ينبني على عدمه العدم وعلى وجوده الوجود، وهو ايضا وصف ظاهر منضبط معرف للحكم. دي سبب. طب والحدث؟ طب والحدث يعني ايه الحدث؟ لغة يعني الحادث، يبقى الحدث بمعنى الحادث، بمعنى اسم الفاعل يعني مصدر يراد به فاعله. وقال بعضهم المنكر، مش احنا ساعات كل محدثة بدعة، والمحدثة هي الشيء الحادث فيبقى منكر. وقال بعضهم المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف عرفا، يطلق على السبب الذي شأنه أنه ينتهي به الطهر، ويطلق أيضا على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. يبقى بيطلق الحدث ده على السبب نفسه اللي أدى إلى الحكم. فهمت ازاي؟ اللي هو خروج الريح، خروج البول، خروج شيء من السبيلين، يطلق على هذا الخروج نفسه، ده يطلق عليه الحدث. او يطلق الحدث ويقصد به ما ينبني على خروجه، مش هو الخارج نفسه، لا، ما ينبني عليه ان كده ما اعرفش اصلي،
طب وليه ما اعرفش اصلي؟ قال لك لان هنا تعلق امر اعتباري، يعني لا يرى بالحواس، متعلق بالاعضاء المفروض ان انا اغسلها، يمنع هذا الامر الاعتباري الذي لا يرى بالحواس المجردة على سبيل العادة من صحة الصلاة حيث لا مرخص. فهمت ازاي؟ يبقى قد يطلق على الشيء الخارج نفسه، وقد يطلق على ما ينبني عليه خروجه، وهو الامر الاعتباري. اعتباري ليه؟ لان وانت دخلت تتبول وطلعت، حاجة اتغيرت فيك؟ داخل انت وشك ابيض، طالع وشك ابيض، ولا طلعت وشك اسمر؟ اتغيرت يعني؟ ما اتغيرتش، وعشان كده قالوا اعتباري، لان الانسان ما يتغيرش، سواء متوضي مش متوضي ما بيتغيرش. لكن هو متوضي يعرف يصلي، طب هو مش متوضي ما يعرفش يصلي. طب ايه اللي منعه؟ قال لك امر اعتباري قام بهذه الاعضاء التي يجب غسلها او مسحها في الوضوء، منع من صحة الصلاة حيث لا مرخص من فعل الصلاة بغيره، لان قد تأتي رخص عند مثلا فقد الطهورين الماء والتراب، يقدر يصلي بقى لان في رخصة هنا. فهمت؟ لكن ما فيش رخصة يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص، يعني حيث لا يوجد رخصة. ويطلق ايضا ويقصد بمنع المترتب، المنع المترتب على هذا. فهمت ازاي؟ يبقى على الامر الاعتباري اللي قام بالاعضاء اللي انا حزيله بالغسل الاعضاء او مسحها، او على نفس المنع اللي منعني، على المنع المترتب. كل دي برضو اشياء تصورية في الذهن، يجب ان الانسان يتصور مرامي الكلام علشان يفهم. وعلى المنع المترتب على ذلك، أي على الأمر الاعتباري المذكور، والمراد بالأمر الاعتباري الأمر الذي اعتبره الشارع مانعا من الصلاة، مانعا من الصلاة ونحوها، لا الأمر الذي يعتبره الشخص في ذهنه ولا وجود له في الخارج. لأن الأمر الاعتباري اللي اعتبره مين؟ الشرع. لأن لو الذهن ما فيش حاجة حصلت في أعضائك بعد ما تبولت، اتغير، واخد بالك ازاي؟ يعني لا يوجد لها وجود في الخارج، واخد بالك ازاي؟ لكن اعتبره الشارع لان هذا امر موجود. وقال لك ان ده امر اعتباري اعتبره الشارع، وان كان له وجود في الحقيقة بس انت ما بتراهوش، لا تراه، لان بعض الاولياء كانوا بيرى الانسان اللي مش متوضئ يعرف انه مش متوضئ، اللي هم يسموهم اهل كشف. فهمت ازاي؟ فقال لك يبقى هو اعتباري باعتبار العادة، مش باعتبار الواقع وحقيقة الأمر، بل بحقيقة الأمر قد يرى بعض العيون تستطيع أنها تميز بين إنسان متوضئ وغير متوضئ. فهمت إزاي؟ لأن حدث فعلا أن بعض الأولياء كان يجي لهم، يعني حكولنا مرة على أحد المشايخ القراء في الأزهر الشريف، حكى لي الشيخ عبد الحكيم بن عبد السلام خاطر شيخي في القرآن، حكاها لي نقلا عن الشيخ الشطبي صاحب الشطبية. الشيخ الشطبي كان ضرير، بيقولوا من كراماته يعني، ده كان راجل ضرير، وكان يجلس كل يوم يقعد يقرئ الطلبة اللي بتجي، وكل يوم على مدى سنوات طويلة يبدأ بأول واحد على يمينه على طول كده، يقول فليقرأ الأول على اليمين بعد ما يقرأ هو بعض الآيات وبعدين يسمعها من الطلب. ففي يوم اللي كان على يمينه ده قام راحت عليه نومة، وخاف لحسن يفوته الشيخ، واخد بالك، وهو متعود يقعد على يمين الشيخ أول واحد بقاله كده شهور طويلة، وهو متعود يبقى أول واحد يقرأ، فراح استعجل وراح قعد على يمين الشيخ قبل ما يتوضا. فالشيخ الشطبي كالمعتاد كده بعد ما قرا الف ليقرا ثاني واحد على اليمين على غير العاده في المره دي بس، واخد بالك ازاي؟ فالراجل عرف انه مش متوضا، فقام اتوضا وجاه، فلا بعد ما جاه هو ضرير الف ليقرا الذي توضا. فيبقى في ناس ايه وهو اعمى ضرير يشعر بمين اللي قاعد متوضي ومين اللي مش متوضي. يبقى هو له وجود في الخارج، لكن في العاده الناس ما بتشوفوش، في العاده، لكن بخرق العاده ترى. سيدنا عثمان بن عفان كان يقول
ايه يأتيني احدكم واثر الزنا في عينيه، عشان واحد شاف واحدة ست كده وبص لها في الطريق ودخل على مجلس سيدنا عثمان شاف في عينه اثر الزنا، يبقى وانت تبقى قاعد قدامك قاتل قتيل وقاعد جنبك وانت مش شايف فيه حاجة، خدت بالك؟ لأن هذا أمر موجود قد يشاهده أهل البصائر، فقد حكي أن الشيخ الخواص كان يشاهد ذلك في المغطس، كان زمان في حمامات عامة، والشيخ الخواص ده كان هو شيخ الشيخ عبد الوهاب الشعراني، وكان لا يقرأ ولا يكتب، وكان بيبيع الخوص، وكان ولي كبير، وكان واصل مسلك، مسلك يعني يأخذ بيد المريد فيوصله إلى الله بتبصيره بعيوب نفسه التي تحجبه عن الوصول إلى الله. فالشيخ الخواص يقول لك كان يخش المغطس كده يشوف نواقض أحداث الناس في المية، يشوفها في المية ويشوف بعض معاصيها، وقالوا على الإمام أبو حنيفة كان عنده هذه، ذكر أيضا لما تقرأ في مناقب سيدنا الإمام أبو حنيفة، درجة الإمام أبو حنيفة عمل الحنفية مخصوص ليه، عشان كان يشوف معاصي الناس نازلة في أثر الوضوء. مش الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ ينزل مع آخر قطر الماء ما كل معصية فعلها بوجهه ومع يديه، ينزل مع آخر قطر الماء ومع رجله كذلك، فالمعاصي بتنزل مع آخر قطر الماء. سيدنا الإمام أبو حنيفة كان يشوف، فلما بيشوفها ويلاقي القطرات اللي نازلة دي شايلة معاصي زبالة كتير، فهتوسخ المية الباقية في الإناء، طب والناس هتيجي تتوضى بعد كده بمية متعصب معاصي اللي قبلها، فراح عمل لهم اخترع لهم الحنفية اللي سموها حنفية نسبة لإمام أبو حنيفة، جاب لهم البرميل كده، فكر كان نبيه جدا، عمل البرميل ونعمل فيه ثقب ونركب في الثقب ده سنبور، والسنبور ده نفتحه كده ونعمله كده يبقى حنفية، وطلعت فكرة الحنفية من فقه الإمام أبو حنيفة. وعشان كده الإمام أبو حنيفة والأحناف كلهم يحترزوا من الرشاش الماء المتطاير من الوضوء، يحترزوا منه خالص، ما يحبوش حتى يرش على هدومهم، لما يجي يتوضى كده يبقى يحاول يبعد عن هدومه حتى ما يرشش على هدومه لهذه الدرجة. والذي ينقض هو وإن كان مفرد، الذي ينقض لفظا، مش الذي دي مفرد لفظ، لكنه في قوة المتعدد لأنه عام، لفظ عام معنى، فلذلك صح الإخبار عنه بقوله خمسة أشياء، فاندفع ما يقال لم يتطابق المبتدأ والخبر، لأنه جاب المبتدأ الذي ده مفرد وجاب الخبر خمسة وده جمع، فقال لك مش متطابق، قال لك لا ما هو ده عام لفظا فيقتضي التعدد في معناه، مع أنه يجب تطابقهما على أنه على تقدير مضاف، وممكن نقدره على مضاف، والذي ينقض الوضوء أحد خمسة أشياء، يبقى نقدر مضاف أحد خمسة أشياء. شفت بقى العلماء عايزين يعلموك الدقة ازاي، وتبطل بقى ايه اللكلكة في المذاكرة، وتبطل اللكلكة في الفهم، عايز يخرجك من ايه، من ان الانسان يلم المعلومة بلا دقة، يقوم بعد كده لما يجي يتعرض لأمور ملتفة شوية يقوم يغيب عنه الحكم، لا هو مش عايزك كده، عايزك تبقى راجل فقيه فاهم، بحيث مهما تغيرت الأوضاع تعرف تعبد ربك، فعايز يفهمك الأمور ازاي. أي يبطل، أشار إلى أنه ليس المراد من قوله ينقض معناه الأصلي وهو أنه يزيل الشيء من أصله، بل المراد أنه يبطله من حينه، لكن التعبير بقوله يبطل يقتضي اشتراط الطهارة، اشتراط تقدم الطهارة وليس شرطا، ولا يشمل غير الحدث الأول، وبرضه ما يشملش غير الحدث الأول، يعني أنا كنت متوضئ دخلت تبولت وبعد ساعة خرج ريح، وبعدين بعد نص ساعة نمت، وبعدين قمت، وبعدين لمست بدن امرأة، وبعدين عايز أتوضأ، لنقض وضوئي إيه؟ أول حاجة عملتها، أول حاجة عملتها هو البول الأولاني خالص، فهو يشمل إيه؟ فهو يشمل الحدث الأول بس، فهمت إزاي؟ وعلشان كده بيقول لك لا يشمل غير الحدث الأول، يبقى النواقض هنا ما تشملش غير الحدث الأول، تشمل الحدث الأول بس،
فهمت ازاي؟ ادي معنى كلامه. ولا يشمل غير الحدث الاول فيما اذا وقع منه احداث متعدده، لان غير الاول لم يبطل الوضوء، لانه لما جه غير الاول جه عليك وانت مش متوضي، هيبطل ايه؟ ما هو مش موجود اصلا. فهمت؟ الا ان يقال المراد يبطله لو طرأ عليه او بحسب الشأن، يعني لو انفرد. يعني قوله خمسة اشياء اي احد خمسة اشياء، وعدها في المنهج اربعة اشياء، هي باختصار خروج شيء من السبيلين ولمس المرأة الاجنبية وزوال العقل، واخد بالك ازاي؟ ما هو قال هنا اهو، ها؟ ما احنا قلنا زوال العقل يدخل فيه. يدخل فيها، ما هو في المنهج عملها كده، اختصرها. ومس الذكر. يبقى اربعه اهو، مش كده برضه؟ وحلقت الدبر على الجديد، يلا على مذهب الشافعي، على الجديد في المذهب. يبقى هم اربعه، مش كده؟ لكن هنا قال خمسه. ما هو خروج شيء من السبيلين، ادي واحد. زوال العقل بسكر او مرض او نوم او نحوه، فدخل النوم فيه، مش كده برضه؟ لمس بدن امراه اجنبيه. والرابعه مس ذكره او فرجه او مس القبل والدبر بغير حائل، واخد بالك ازاي؟ ادي اربعهم، لكن هنا قال خمسه لانه قال النوم لوحده وقال زوال العقل لوحده، فزودهم خمسه، خلى زوال العقل مختلف عن النوم، واضح؟ فعدها خمسة، لكن في المنهج دخل زوال العقل، دخل النوم وزوال العقل، فخلاهم أربعة، واضح؟ سهلة يعني. ما ينقصش الوضوء إلا إذا أمنى أو أمزم، فهمت إزاي؟ لكن ما ينقصش الوضوء، حرام لكن ما ينقصش الوضوء. أصل العجيب أن نواقض الوضوء دي مش حرام. نواقض الوضوء دي نفسها مش حرام. هو حرام انك تتبول؟ حرام انك تطلع ريح؟ مش حرام. لكن حرام تكذب، لكن لو تكذب ما ينقضش وضوءك. الكذب لا ينقض الوضوء، واكل مال اليتيم ما ينقضش الوضوء. صح؟ تقتل القتيل وتمشي في جنازته ما ينقضش الوضوء، وحرام. يبقى نواقض الوضوء مش محرمه، مش محرمات. دي مش معروفه العله. دي تعبديه. علتها تعبدية بس لا يقاس عليها، فهمت ازاي؟ بس فالنظر للمرأة التي لا تحلك حرام لكن ما ينقضش الوضوء. ايوه، لانه غالبا المجنون بيفقد سيطرته على حواسه، فممكن البول يسلت منه ويخرج الريح ما يضبطوش، لا يضبط هذا، خد بالك. ما هو اصلا المجنون لا يصح امامته. ده انت ممكن ما هو غير مكلف، سيبه بقى براحته. خلاص سيبه براحته، هو مش مكلف. سيبه براحته. قصدك حتى لو كلمته هو مش هيفهم. لان هو في موال تاني. اي احد خمسة اشياء وعدها في المنهج اربعة اشياء، نظرا الى ان النوم من جملة زوال العقل. والمصنف لم ينظر لذلك، بل جعله سببا مستقلا، وإنما أفرده بالذكر مع دخوله في زوال العقل، لأنه قيد زوال العقل بكونه بسكر أو مرض، والنوم مش مرض ولا سكر، فقال لك لا ده منفصل. وزاد الشارح أو جنون أو إغماء أو غير ذلك، أي ما عدا النوم، بقرينة ذكره قبل ذلك مستقلا لأجل الاستثناء منه، والنقد بها غير معقول المعنى. يعني النقد بالنواقض دي غير معقول المعنى، لأنه قلت لك أشياء مباحة وتنقض الوضوء، وأشياء محرمة ما تنقضش الوضوء، يبقى غير معقولة المعنى. فهمت؟ فلا يقاس عليها غيره، فلا نقض بالبلوغ بالسن، ولا بمس الأمرد الجميل. يعني ما أقولش إن الراجل الأمرد الجميل اللي هو مالوش شعر وشكله جميل كده وحلو، إنه قد يشتهى كالمرأة فيبقى يقاس على المرأة فمسه ينقض، مقاس، لا يقاس. لا يقاس. فهم؟
وكذلك بالبلوغ بالسن. ما نقولش ان البلوغ بالسن ينقض الوضوء. ليه؟ لان ممكن افكر اقول ان البلوغ ده يجعله مكلف وكان وضوءه قبل التكليف، فكان الوضوء بالنسبة له مستحبا والان صار واجبا، فالنية تكون مهزوزة. ما نقولش كرمان اس، فهم؟ ولا بمس فرج البهيمة، ما هو فرج البهيمة اسمه فرج برضه، لكنه ما نقولش ان لان مس الادمي، مس قبل الادمي او ايه او دبري هو اللي ينقض الوضوء. لكن ما قست بقى البهيمه، ما البهيمه ليها قبل ودبر برضه ما يتقاس، لا قياس فيه. ولا باكل لحم جزور على المذهب في الاربعه، خلاف للمحدثين عندهم لحم اكل لحم الجمال ينقض عند المحدثين، لكن مذهب الاربعه لا ينقض. ولا بالقهقهه في الصلاه خلافا للاحناف، قالوا ان القهقهه في الصلاه تنقض الوضوء وتبطل الصلاه. فقاسوا فيها، الاحناف قاسوا، احنا ما رضيناش نقيس. قلنا لانها غير معقوله المعنى، الشافعيه ما رضاش يقيسوا. قالوا لا انا غير معقوله المعنى، فازاي اقيس انا عليها؟ الاحناف قالوا خروج اي نجاسه من اي موضع كالدم من اي جرح ينقض الوضوء. فهمت ازاي؟ اعتبارا بانه نجس. الشافعيه قالوا لا لازم يكون من ايه؟ من السابلين. لكن من غير موضع السبيلين يبقى ما ينقضش الوضوء. فالقيء ما ينقضش الوضوء. فهمت ازاي؟ لانه مع الرغم انه نجاسه لكنه خرج من غير السبيلين، لان لا يقاس. الاحناف عندهم القيء ينقض الوضوء لانه نجاسه خرجت من الفم. والقهقهه تنقض الوضوء وتبطل الصلاه، القهقهه داخل الصلاه. لكن القهقهه خارج الصلاه ما تنقضش الوضوء عندها تغليظا. قال لك لانه ما يليقش بيعمل كده وهو بيصلي. قاسوا، الاحناف قاسوا في اشياء الشافعيه لا يعترفوا فيها بقياس. فهمت؟ عشان كده تلاقي المذاهب تختلف نظرتها. وما روي من انها تنقض فضعيف، روي عن الامام الشافعي كده يعني في مذهب، في المذهب عندنا يشبه، لكن ده ضعيف في المذهب غير معتمد. ولا بخروج نجاسه من غير الفرج برضه ما ينقضش. كل ده بيرد على الاحناف بيلمزهم يعني. فهمت ازاي؟ كالفصد، الفصد اللي هو زي ما الواحد يخرج دم من اي حته. والحجامه، ولا بشفاء دائم الحدث. واحد كان دائم الحدث وكان متوضئ، دائم الحدث يعني عنده انفلات ريح، كويس، وبعدين اتوضى وبعدين زال عنه هذا الامر، واخد بالك ازاي؟ خلاص ما اعتبرش ان زوال هذا الامر عنه ناقض لوضوء، لان وضوء الاولاني ده كان بنية استباحة الصلاة مع بقاء الحدث وقد زال الحدث. ما يسهاش، لا يقاس، لان طهره لم يرفع حدثه. ولا بنزع خف، ولا بنزع الخف، ما اقولش برضو ان اللي مسح على الخف وتوضأ وضوء صحيح ومسح الخف، لو نزع خف انتقد وضوء، لا، لانه يجب عليه غسل الرجل بس، لكن ما انتقدش وضوءه كله، ده يا دوب بس يغسل رجليه خلاص. حتى ما احنا عندنا الموالاه سنه مش ركن، اه يبقى مش من نواقض الوضوء، خدت بالك؟ لانه يوجب غسل الرجلين فقط. قوله احدها، كل اللي فات ده مقدمه، ما دخلناش في نواقض الوضوء. اول واحده احده، اولها يعني، اي الخمسه اشياء، ما خرج اي خروج ما خرج، فهو على تقدير مضاف، لأن الحدث إنما هو خروجه لا نفس ما خرج. الحدث هو الخروج نفسه، مش البول، مش البول نفسه، لا ده خروج البول هو ده الحدث، مش البول نفسه. فهم؟ لا نفس ما خرج، والمراد خروجه يقينا، يبقى المراد تيقن خروجه عشان الناس الموسوسة. وهكذا ما بعده من الأسباب يعتبر فيها اليقين، فلو تيقن الطهر ثم شك هل أحدث أو لا لم يضر، لأن الأصل بقاء الطهارة، فلا عبرة بالشك في رفعها، في رافعها. عندنا قاعدة من قواعد مذهب الشافعية، اليقين لا يزول بالشك. قواعد مذهب الشافعية قام على خمس قواعد، مذهب الشافعية قام على خمس قواعد، منها اليقين لا يزول بالشك، ومنها الضرر يزال، والعادة محكمة، والأمور بمقاصدها. مش قلنا الكلام ده في المقدمة زمان؟ طيب، فلما نقول إن اليقين لا يزول بالشك،
يبقى انا متيقن الطهارة وشكيت في الحدث، يبقى لا يزول يقين الطهارة بشك في الحدث، يزال كما هو على القاعدة. طب افرض ان انا شكيت في الحدث وانا متيقن الطهارة، فتوضأت احتياطا فبان لي اني كنت محدث، لا يصح هذا الوضوء لانه كانت بنية ضعيفة ما ترفعش. فهمت؟ فلو توضأ حينئذ للاحتياط ثم تحقق الحدث لم يكفيه ذلك الوضوء، بخلاف ما لو تيقن الحدث وشك في الطهارة، يبقى محدث لأن الشك هنا في الطهارة مش في الحدث، فلا يزول يقين الحدث بشك الطهارة. فهمت ازاي؟ طب لو تيقن الحدث وشك في الطهارة فألا توضح احتياطي، وضوءه صحيح حتى لو ايه، لأنه ده لأنه متيقن الحدث فكانت نيته قوية. فهمت ازاي؟ بخلاف الاولاني، بخلاف ما لو تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يضر، لأن الأصل بقاء الحدث، فلو توضأ حينئذ ثم تبين أنه كان محدث صح وضوءه ذلك، واحترز بقوله ما خرج عما دخل. لما يقول ما خرج من السبيلين، طب وما دخل في السبيلين؟ افرض حط البوس، طب ما ده دخل، حط البوس وهو متوضي، ينتقد وضوءه؟ قال لك ما ينتقدش وضوءه لان ده دخل مش خرج، واحنا عارفين نواقض الوضوء ما خرج لكن ده دخل. فاهم؟ طيب ما هو هيحط اللبوس هيقول لي ما هو صباعه وهيلمس حلقه الدبر، يبقى انتقد وضوءه بحلقه الدبر ومش بالداخل، بمس حلقه الدبر. يعني لو لبس جوانتي ودخل اللبوسه بجوانتي لا ينتقد وضوءه لانه بقى فيه حائل فما مسش. واضح؟ حلوه الحته دي؟ ها؟ ما احنا قلنا انها امور تعبديه، امور تعبديه. الرسول قال اذا افضى احدكم الى ذكره فليتوضا، وقاسوا حلقه الدبر على الذكر، لان في روايه للحديث ده من اذا افضى احدكم الى فرجه فليتوضا، فرجه، فالفرج يطلق على القبل والدبر، فقالوا نحتاط. وفي روايه اذا افضى احدكم الى ذكره فنصدع الذكر، وروايه قال فرجه، فخدنا بروايه فرجه لعمومها احتياطا، وقلنا يبقى الدبر يقاس على القبر. خدت بالك ازاي؟ ده السبب. فعلى شكل فلو دخل حاجه في احد السبيلين بحائل يبقى لا ينتقد وضوءه، لان الوضوء ينتقد بالخارج لا بالداخل. واضح؟ الشافعيه اي ذكر ولو مقطوع وجنب الحيطه. يعني انت في حرب كده وبعدين جاء انفجار فقطع واحد حتت زي ما بتشوف في فلسطين كده بيلموا الناس، فرحت انت رايح في سكتك للصلاه لقيت حته كده فشلتها عشان تلمها، فلقيتها ذكر الراجل اللي انفجر، انتقد وضوء. فهمت ازاي؟ بس ده الشافعيه كده، سواء ذكر نفسك او ذكر غيرك. لا هو ها؟ لا ما هو مس الذكر. واخد بالك ازاي؟ اصل قال لك ان هنا الاضافه هنا اضافه للغالب، والاضافه للغالب يعني ليست شرطا للحكم لانها بتيجي على الغالب، لان الغالب الانسان يمس ذكر نفسه مش هيمس ذكر غيره. فالرسول قال اذا مس ذكره فليتوضا، جابها على الغالب، زي وربائبكم اللاتي في حجوركم. طب وبنت مراتك اللي انت مش مربيها برضه حرام تتجوزها، يبقى ده قيد غير لازم، يسموه قيد غير لازم، جاء على سبيل الغالب الاعم ولا يقصد به قيد يعني شرط في الحكم. فهمت ازاي؟ ده فهم الشافعي. زي ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا، طب ان لم يردنا تكرههم برضه، يبقى قال لك ده قيد غير لازم، شرط غير لازم، ولكن جاء على سبيل الغالب الاعم. يبقى تلبس جوانتي، تلبس جوانتي. ايوه اي ذكر ولو طفل رضيع، ده مذهب الشافعيه كده، الملكيه فيه. والاحناف ما ينقضش الوضوء حتى مس ذكر نفسه، يعني الاحناف كده رايهم كده، لانه خدوا بحديث انه بضعه منك، مش كده؟ في حديث انه بضعه منك، فقالوا ده حدثت حال، وقالوا لانه ده، وبعدين اذا افضى احدكم الى فرج ده متاخر، واخد باله انه احوط، وهكذا. ما هتيجي بقى، هتيجي بس مش النهارده. فلو ادخل عودا في دبره فلا نقض به حتى يخرج،
يبقى لو دخل لبوسة ما انتقدش بحائل يعني، وراحت اللبوسة خرجت غصب عنه بعد ما دخلها، انتقد بخروجها مش بدخولها. واضح؟ قوله من السبيلين أي من أحدهما. وفسر الشارح السبيلين بالقبل والدبر، لأن كل منهما سبيل أي طريق لخروج الخارج منه، وإن كان في القبل سبيلان، سبيل البول وسبيل للمني. والتعبير بالسبيلين جرى على الغالب، لأنه لو خلق للرجل ذكران أو للمرأة فرجان نقد الخارج من كل منهما كما ذكره في المجموع. واضح؟ يبقى ما يقول إيه أحد السبيلين، أما يقول ذكره، طب افرض مخلوق بذكرين والاثنين عاملين وما بيبول بيمشي خطين كده، يبقى برضو ينقل من أيهم؟ صيدة نادر مالناش دعوة، ما احنا بنيجي الوقت بتشوف العيال اللي بيتولدوا ملازقين في بعض، فهمت ازاي؟ يبقى راسين وجسم واحد جذع واحد، مش ساعات بتحصل على السبيل النادر. فيبقى لازم يقول لك الحكم علشان تبقى انت راجل فقيه، لو تعرضت لامر من الامور تعرف تفتي فيه، لان ده بيربيك انك انت مفتي، مش بيعلمك عشان تبقى مسلم عادي، ده بيعلمك انك انت تبقى راجل مفتي. يعني ايه مفتي؟ يعني لما يجد عليك امر تعرف تقيس عليه. قوله من متوضئ، انما قيد بذلك نظرا لكونه ناقدا بالفعل، لانه لو خرج احد شيء من السبيلين وهو مش متوضئ ما خلق، ما هو مش متوضئ، يبقى علشان نقول انها ناقد للوضوء لابد ان يكون متوضئ، فهمت؟ علشان كده قال من متوضئ. انما قيد بذلك نظرا لكونه ناقدا بالفعل، ولو اسقطه لكان اولى، لان المنظور اليه الشأن، فلو خرج من المحدث يقال له حدث ايضا كما علم مما مر. قوله حي، يعني قال لك خروج شيء من السبيلين، من واخد بالك ازاي؟ من متوضئ حي واضح معتاد، كان الخارج او غير معتاد طاهرا او نجسا، فهمت ازاي؟ طب كل واحده ليها معنى. اما يقول حي يبقى خرج، انك انت لو غسلت الميت وانت بتلف ولقيت حاجه خرجت منه ما تعيدش غسل، عايز يريحك، يبقى بعد ما تغسل الميت وجيت بتقلبه وتلفه لقيت حاجة خرجت منه ما تعيدش الغسل، لأنه لا ينقض، لأنه احنا قايلين إن الناقد خروج شيء من السبيلين من متوضئ حي مش ميت، وده ميت، صح ولا لأ؟ يبقى ريحك في مسألة قد تعرض عليك وأنت بتغسل الميت، لكن يجب بس إزالة ما خرج نجاسة بس، لكن مش إعادة الغسل كله. واضح؟ يبقى ده كلمة حي دي فادتك. طيب واضح، واضح يعني ايه؟ علشان يخرج الخنثى، الخنثى اللي هو واضح الذكورة او واضح الانوثة، لان في ناس مخلوقة غير واضحة الذكورة او غير واضحة الانوثة اللي يسموه الخنثى المشكل. طيب يبقى خرج بكلمة واضح الخنثى المشكل. معتاد، يبقى دخل المعتاد اللي هو البول والبراز والمذي والودي. كان الخارج كبول وغائط او نادرا كدم وحصى، حتى لو خرج حصى ودم ده نادر برضه ينقض لانه خارج. نجسا كهذه الامثله زي الدم والبول والغائط والوزي والمدي، او طاهرا كدود برضه ينقض، فهمت ازاي؟ يبقى كلامه هنا بيقول ايه؟ من متوضئ انما قيد بذلك نظرا لكونه ناقضا بالفعل، دي خلصناها. وقوله حي خرج به الميت، فلا تنتقد طهارته بخروج شيء منه، وانما تجب ازاله النجاسه عنه فقط. وقول واضح اخذ الشارح محترزه بقوله والمشكل اللي هو خنثى المشكل مقابل الايه للواضح. معتادا كان الخارج تعميم في الخارج، وبقي تعميمات اخرى وهي سواء خرج طوعا او كرها عمدا او سهوا. كرها يعني ايه؟ يعني واحد اكرهه قال له اتبول هقتلك لو ما تبولتش، فخرج منه كره برضه انتقد وجوده، فهمت ازاي؟ مش رفع الله عن المكره، لا، واخد بالك ازاي؟ يعني المكره يرفع عنه الاثم لكن ما يرفعش عنه النقد. واضح؟ طوعا او كرها عمدا او سهوا،
جافا او رطبا، انفصل او لم ينفصل، كل ده داخل في التفاصيل دي كلها. وانما تركها الشارح للاختصار. او نادرا المراد به ما لا يكثر وقوعه بان يخرج على خلاف العاده، كده من اي ولو من الباسور قبل خروجه. البواسير في نوع بواسير داخليه يسموها الدرجه الاولى، وفي بواسير من الدرجه الثانيه اللي هو لما تقعد تحزق تطلع ولما تخلص تدخل لوحدها. وقعت على خبير بقى. وفي بواسير من الدرجه الثالثه اللي هي تفضل طالعه سواء حزقت، ما هي بره تحسها كده بره. فلو الدم خرج من البواسير اللي هي في الدرجه الاولى وهو جوه فخرج يبقى ينقض الوضوء. طب افرض خرج الدم من البواسير اللي من الدرجه الثالثه اللي هي بره اصلا، ما ينقضش الوضوء بس تغسل مكان. ها، هو عارف بقى ان دي بواسيره اللي طالعه، دي بواسيره طالعه منه، عارف ان دي بواسيره طالعه منه، خدت بالك؟ ولو من الباسور قبل خروجه، بخلاف بعد خروجه. فلو خرج الباسور ثم توضأ ثم خرج منه دم من الباسور الخارج يعني، فلا نقض. وكذا لو خرج من الباسور النابت خارج الدبر، لان في بعض الناس يبقى عنده باسوره كده بروز طالع خارج الدبر كده، فاذا خرج منه حاجه برضه ما ينقضش، واخد بالك ازاي؟ لانه ده مش خارج من الدبر، ده يعتبروه زي عرق، يعتبروه زي جرح. فهمت ازاي؟ وينقض خروج نفس الباسور، لكن نفس الباسور وهو خارج كده، واحد حزق عشان يطلع ريح فما طوعتوش الريح تطلع، لكن باسوره راح طالع، انتقد وضوءه بخروج الباسور. فهمت ازاي؟ واضح الكلام؟ كل دي امثله علشان يعلم فيك الملكة الفقهية. هو المقصد كلها انه يعلمك الملكة الفقهية. وكذا خروج المقعدة اللي هو السقوط الشرجي، واحد يقعد يحزق تبص تلاقي الشرج تسقط منه، سقوط شرجي بيحصل عند الستات، بعض الأطفال، بعض الرجالة بسبب ضعف في عضلة الحوض أو شلل فيها أو إمساك مزمن، حاجات كتيرة ليها أسباب كتير. يبقى خروج المقعدة دي برضه ينقل لأنها خارج، بالرغم إنها مش منفصل متصل لكنه خارج، ينقل الوضوء. ولا يضر دخولها ولو بقطنة. طب هو ابتدى يتوضى وهي خارجه، فهمت ازاي؟ وبعد ما اتوضى راح مسك قطنه كده بحائل وراح زيها هدخلها، ما انتقدش وضوء. فهمت بقى ازاي؟ وحصى سواء انعقد من النجاسه او لا، يعني واحد اتبول حصوه نزلت، او بلع مثلا زلطه وبعدين اتبرزها بعد يوم ولا اتنين، او بلع شلن، كان زمان العيال يبلعوا شلن، واخد بالك ازاي؟ وعشرة ايام ما كان فيه الحاجات دي، دلوقتي ما بقتش فيه. وحصى الوقت ساعات يبلعوا دبابيس، دبوس مشبك، دبوس مش عارف ايه، ده طاهر، فيجي ينزله يبقى برضه انقل الوضوء بخروجه. وحصى سواء عقد من النجاسه بان اخبره انعقاده منها عدلان طبيبان ويكون نجسا او لا، يعني سواء كانت الحصوه دي منعقده من البول فتكون نجسه، او تكون هي نفسها طاهره مش منعقده من نجس، او لا كان ابتلعه ثم خرج من فرجه ويكون طاهرا. نجسا تعميم ثان. وقولك هذه الامثله اي التي هي البول والغائط والدم والحصى ان انعقد من النجاسه والا فهو من قسم الطاهر، وان كان ينقض ايضا كدود. طب افرض طلعت دوده اسكارس، يعني دوده كده طلعت منه، طلعت راسها ودخلتها تاني. ما هو الدوده الاسكارس دي بتبقى طويله كده، وفي بعض الشريطيه بتبقى كذا متر لدرجه يشدوها كده تيجي معاك، واخد بالك؟ زمان ايام ما كان الناس يعني بيبقى عندهم، دلوقتي الحمد لله يعني بقت نادره الحاجات دي. كدود ده طاهر اهو، وان لم ينفصل. ليه طاهر الدود؟ لانه لا نفس له سائل، مش احنا قايلين لا نفس له سائل؟ ما عندوش دوره دمويه، يبقى طاهر. وان لم ينفصل فيكفي خروج راس الدوده وان عادت، الا المني نقف عليه بقى، الا المني نقف عليه، لان احنا كده احنا عايزين ناخد ساعه 60 دقيقه زي الحصه ونمشي ان شاء الله، فنقف على ده. كان بودنا نكمل اكتر لكن معلش.
شفت ما خلصناش خروج حاجة من السبيلين، ما خرجنا. الحكاية مش سهلة زي ما انت كنت متصور. هنشوف بس سؤال كده، لماذا الإنسان يحلم بأماكن القبور دائما؟ علشان بس بيبقى مشغول بالحكاية دي، بيفكر كتير في الموت، أو عنده نوع من الهيبة أو القبض أو شيء من هذا، بتبقى حال يوم يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحسن ظنه في الله عز وجل، ويرمي حموله على الله. الناس العوام يقول لك ارمي حمولك على الله، سيب ما على حسب ما هو شيء مشغول، دليل ان هو مشغول. الدعاء على نفسه وعلى اهله بالموت ويكون عنده ايه قلق، يعني واحد يدعي على نفسه او على اهله بالموت ويكون عنده، هل هو لبس جان ام روح؟ لا، الدعاء على نفسه بالموت اذا كان عنده مرض نفسي واكتئاب وطهقان من عيشته وبيدعي، او مريض ليس على المريض حرج، سيبه في حاله بقى ما تدقش، يتعالج وربنا يشفيه. لكن لما يكون في كامل عقله ويدعي على نفسه ما يلقش، واخد بالك ازاي؟ وادعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا، ما يلقش الواحد يتأدب. وهل هو لبس جان ام روح؟ انا لا اعتقد ان في لبس جان في امة النبي الان، لا اعتقد تماما، بل اكاد اجزم، وكل اللي موجود بين المسلمين دلوقتي امراض نفسية يتعالج في عيادات النفسية، الا اذا كان بقى هو مسلم بالوراثة وكان طول النهار بيروح الكنيسة اللي جنبه فيلبسه جني هناك بقى، معلش ما هو الجان ده شغال مع غير المسلمين لكن مش مع المسلمين، وعلاجه سهل. اقرأ سورة البقرة شغلها في البيت، وشغل الأذان في البيت اللي فيه هذا المريض اللي انت بتقول عليه عنده مس جان، واقرأ المعوذات 3 مرات صباحا ومساء، لو ما خفش يبقى مش مسه جان، يبقى ده مرض نفسي. فهمت ازاي؟ لانه علاجه سهل، مس الجن ده علاجه سهل، ده مجرد انك تقرأ آية الكرسي وتقرأ المعوذات او تشغل سورة البقرة حتى في تسجيل في البيت، او تسمع الاذان او تقول لفظ الاذان في ودنه يفوق على طول، واحنا ما شفناش النوع ده اللي يفوق على طول اول ما تاذن في ودنه. يبقى ما فيش مس اجان، ده امراض نفسيه واكتئاب وقلق في العصر وعدم توكل على الله، وقد تكون المرض النفسي وراثي. فالمهم يتعالج، يشوف المساله ويروح العيادات النفسيه يتعالج، ويبطل يروح للدجالين، يتكل على الله ويمشي جدا. ها معلش هنعمل ايه؟ اصل قدر بقى، ولو يقدر هو يمشي اموره من غير علاج نفسي يمشي، لكن في احيان بتوصل الهياج مش قادر ينام بقاله 3 4 ايام، لازم حاجه تساعده بقى، تنيمه شويه تخمده، ونوم ظالم عباده. هل لو كان الانسان له صله رحم وكان هذا القريب جد متزوج من الجان، هل يستمر في الصله به ام الزواج بالجان برضه؟ انا يعني طب انت مالك؟ طب ما تروح تزوره، جدك متجوز جنية يعني، ده عفريت، وده عفريت جدا. اولا اختلاف الجنس، اختلاف الجنس بيقتضي عدم وجود الزواج، لان ما سمعناش عنه. انا سمعت عن احد الشيخ مشايخ كان بيحفظ قرآن، كان يقول انا متجوز جنية. سألته زمان قلت له يعني ايه متجوز جنية؟ يعني بتجي لك كده في صورة امرأة وتنام جنبك فتشوفها كده زي ما كانت بتديكي في الفيلم الإسماعيل ياسين؟ والله سألته كده، كنت ساعتها في ثانوي. ده كان شيخ حافظ القرآن أقوى من حفظك أنت للفتح، واخد بالك إزاي؟ لا يخطئ، وكان يسمع لـ10 كل واحد في صورة شكل ويصحح لهم في وقت واحد. أعرفه يعني كويس سنين طويلة. سألته السؤال ده وبيقول لي أنا بقالي 10 سنين متجوز جنية وهو ضرير. قلت له يا عم الشيخ، أو ده راجل عدل أهو، راجل حافظ قرآن، أنت بتجيلك كده زي ما كانت سامية جمال بتيجي مش عارف لإسماعيل ياسين ولا مش عارف مين في الفيلم اللي شفناه زمان وإحنا صغيرين،
في سورة واحدة كده ست، واخد بالك ازاي؟ ولا بتجيلك ازاي؟ قال لي لا ما بلمس حاجة، ده انا ابص الاقي يحصل لي كده يعني شهوة وفوران في جسمي وبعدين اقذف وخلاص، واعرف كده ان انا انها جت وقعدت وخلاص على كده. ده كلام احنا مالنا بقى، واخد بالك ازاي؟ سيبك من الكلام ده كله، افرض واحد بيجي له الحكايه دي، واخد بالك ازاي؟ هل يجوز اصلا الزواج بجنيه مع اختلاف الجنس؟ طب والشهود فين والولي فين؟ معقد الزواج ده عايز عقد الزواج اصله ليه اصول، ليه شروط. انا لا اعتقد انه يصح. بعض علماء الملكيه المغاربه اجازوه وقالوا وقع بين بعض العلماء، واخد بالك، واغلب علماء المشارقه لم يجيزوه. الخلاصه ما لناش دعوه، حاجه ما نعرفهاش ما لناش دعوه بيها، هو الواحد ما يقعدش يدور على حاجة. هل يستمر في الصلة به أم يقطعه؟ طب هو الراجل عمل محرم يعني، بيقول لك أنا متجوز وقال لك أنا بزني، بيقول لك أنا متجوز، تروح تصل تصل إيه أنت مالك بيه؟ سيب، مش كفاية عليه متجوز عفاريت كمان عايز تقطعه؟ امرأة مرضع سيكون عمر طفلها إن شاء الله شهر ونصف في بداية شهر رمضان، استشارت احد اطباء الاطفال في امكانيه الصوم فمنعها من ذلك لان طفلها يعتمد على الرضاعه الطبيعيه فقط. في ستات صيامهم يقلل اللبن، لو كانت من النوع ده يبقى هتفطر، هتفطر وعليها القضاء والكفار، واضح؟ لو كان صيامها بيقلل اللبن بالتجربه هي عارفه نفسها كده. وفي ستات والله لو ايه لبنهم كتير صيام ما ياثرش معاهم، يبقى تصوم وترضع، واضح؟ عليها الصيام والكفارة لأنها أفطرت من أجل الجنين مش من أجل نفسها.